بل أيها الإخوة، لم يأتي الثناء على الصحابة في القرآن فقط، بل إن الثناء على الصحابة سبق الصحابة وسبق وجودهم على الأرض. جاء الثناء عليهم في التوراة وفي الإنجيل من قبل أن يخلقوا ومن قبل أن يوجدوا، أثنى الله عليهم في التوراة وأثنى الله عليهم في الإنجيل. واقرأوا ذلك في آخر آية من سورة الفتح، ماذا قال الله عن الصحابة؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه من هم؟ الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار. الرب عز وجل يثني على الصحابة: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أين هذا المثل؟ في أي كتاب؟ ذلك مثلهم في التوراة. هذا الثناء على الصحابة في التوراة، ذكروا هذا الذكر في التوراة وأيضا في الإنجيل. قال: ومثلهم في الإنجيل، من هم؟ الصحابة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم من؟ الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الكريمة تبين لك أخي المسلم أن الرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى أثنى على الصحابة وزكاهم وعدلهم، أين؟ في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. ثناء عظيم، مدح جليل، تزكية عالية لهؤلاء الخيار، لهؤلاء الأئمة العدول. أثنى جل وعلا عليهم من قبل أن يوجدوا ومدحهم من قبل أن يخلقوا، حينما أنزل كتابه التوراة على موسى، وحينما أنزل كتابه الإنجيل على عيسى، ثم أثنى عليهم وهم على وجه الأرض في كتابه القرآن الكريم